السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي ومشتركي قناة اعرف دينك. للأسف كلنا بنحفظ أسامي اللاعبين وأسامي الفنانين وأسامي الراقصين ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو جيت سألت ونزلت الشارع المصري والشارع العربي وسألت عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم، صدقني يعني لو وصلت لاسم النبي الثالث يبقى ده بفضل الله عز وجل. تعالوا كلنا نحفظ النهاردة اسم النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا النهاردة ننشر اسم النبي اللي موجود عندنا النهاردة حوالي 715 أو 720 ألف مشترك، نبحث ان احنا نوصل كل واحد فيهم ينشر الفيديو ده لأكبر قدر من أصدقائه، بحيث ان احنا نوصل على الأقل النهاردة ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله نوصل اسم النبي صلى الله عليه وسلم وصل عليه فيما يقل عن 17 مليون. اتفقنا؟ اتفقنا. طب ما يلا صلى، ايوه كده، صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله. روى البخاري في مناكب الانصار في باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: هو ابو القاسم صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كعب ابن رؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نقول تاني؟ لا بس ندفع. أيوة كده، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وقال ابن حزم: وعدنان بلا شك من ولد إسماعيل الذبيح ابن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ووافقه ابن القيم والذهبي. لازم كلنا نحفظ الاسم ده لأولادنا النهاردة ونحفظه كمان كلنا النهاردة. اسم النبي صلى الله عليه وسلم لازم النهاردة يلف في كل بقاع الأرض، كل الناس في كل الدول اللي بيتبعنا بفضل الله عز وجل، اللي بينشروا الدين. ما هو مش احنا اللي بنعمل ده، حضراتكم اللي بتعملوا ده. سريعا، هل تعرف اولاد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمائهم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لهم من الذكور ثلاث ومن الاناث اربع. من الذكور صلى الله عليه وسلم كان له القاسم، او القاسم كان بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله وسمي بالطيب والطاهر، وكان ابراهيم رضي الله عنهما ايضا. من الاناث كانت له زينب، رقية، ام كلثوم، فاطمة. زينب تزوجها ابو العاص ابن ربيع، وطبعا كلنا عارفين ان رقية وام كلثوم هم تزوجتا سيدنا عثمان بن عفان، لذلك سمي بذو النورين وايضا فاطمة ويتزوجت من علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. طب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما تيجي اقول لكم طريقه سهله نحفظ بيها اسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كلنا عارفين الثلاثه الكبار، يعني عارفين ستنا خديجه بنت خويلد، عائشه بنت ابي بكر، حفصه بنت عمر. بعد كده ام سلمة هند بنت اميه، وام حبيبه رمله بنت ابي سفيان، وزينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمه، وميمونه بنت الحارث، وجويريه بنت الحارث، وصفية بنت حيي بن أخطب، وسودة بنت زمعة، وهي التي وهبت يومها لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نقولها تاني، وصب بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، أم سلمة هند بنت أمية، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، ميمونة بنت الحارث، جويرية بنت الحارث، صفية بنت حيي بن أخطب، وسودة بنت زمعة التي وهبت يومها للنبي صلى الله عليه وسلم. بسرعة اعمل تعليق على الفيديو ده بسرعة، واعمل مشاركة ليه، واشترك في القناة، واعمل مشاركة لكل حبايبك كل اصحابك. وما تنسوش زي ما قلت لكم، انتوا اللي بتنشروا الدين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.